العلماء يقتربون من اكتشاف مفتاح قتل فيروس نقص المناعة المكتسبة أو المناعة البشرية الـ VIH. اكتشف علماء مفتاح قتل جزيئي يمكنه إيقاف تكاثر الخلايا المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة البشرية، ما يعد خطوة قريبة لعلاج الإيدز. ويمكن أن يكبح العلاج الدوائي الذي يستمر مدى الحياة الفيروس الذي يؤدي إلى الإصابة بالإيدز، لكن الفيروس يمكن أن يعاود الظهور في حال توقف المريض عن استخدام العلاج. وعثر العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو على جزيء بالحمض النووي الريبوزي الذي يعمل على إيقاف وتشغيل الجينات، ووجدوا أن إزالته من الخلايا يمنع فيروس نقص المناعة المكتسبة من العودة. ووجدت الدراسة في الاختبارات المعملية مفتاحا خلويا يمكن إيقافه لإزالة الفيروس الذي يختبئ في سبات داخل الخلايا، وهذا ما يجعلهم يقتربون من العثور على الكأس المقدسة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. وقال الدكتور طارق رانا الباحث الرئيسي في الدراسة، وهذا هو أحد المفاتيح الرئيسية الذي يسعى العلماء للعثور عليها في مجال فيروس نقص المناعة المكتسبة منذ 3 عقود. وفي الوقت الحالي يحتاج الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية إلى علاج مدى الحياة يسمى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية للسيطرة على الأعراض ومنع انتشار العدوى إلى مرحلة الإيدز. لكن هذه الإجراءات الحالية ليست بعلاج، حيث يظل الفيروس نائما في الخلايا وعلى استعداد للبدء في التكاثر مرة أخرى إذا توقف العلاج. وتشير التقديرات الحديثة إلى إصابة حوالي 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز في جميع أنحاء العالم. المصدر هو مجلة The Sun البريطانية.